بعد أن أكمل طلاب كلية الهندسة مشروعهم للمشاركة في اليوم العالمي لمهارات الشباب، يعقب يعقوب على المشروع الذي كون فكرته وطرحها على زملائه ليتأكد من إتقان العمل قبل عرضه على لجنة التقييم في جامعة تعز. لدينا مشروع البيت الذكي والذي لديه 7 أجزاء رئيسية. الجزء الأول باب عبر كلمة السير، الجزء الثاني ريبوت عباد الشمس والذي عليها الواح الشمسية، الجزء الثالث الإضاءة التلقائية، والجزء الرابع التبريد التلقائي، الجزء الخامس الذي هو ستار عبر الريموت، والجزء السادس حساس مستوى الماء، فعند نقصان الماء يتم تشغيل الدينامو تلقائيا، الجزء السابع وهو جهاز إنذار الطوارئ في البيت. اليوم شاركنا في المعرض ب5 لوحات أعمال زيتية تعبر عن معاناة أبناء تعز وعن ثقافة أبناء تعز. عرض الشباب إبداعاتهم في الرسم والابتكار، واستعدوا لسماع نتائج اللجنة المكلفة بتقييم أعمالهم التي ستعلن بعد أيام أفضل الرسوم والمشاريع التي نالت إعجاب الحاضرين وحظيت بدعم وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومكتب الشباب في المحافظة. برعاية كريمة من وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ومحافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود، اليوم مدشن فعاليات اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي تزامن ب 15 يوليو، لكن نفتتح اليوم من 12 يوليو إلى 15 يوليو فعاليات اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي ننظمه بالتعاون مع جامعة تعز نيابة شؤون الطلاب. إن شاء الله اليوم ندشن معرض الفنون التشكيلية والابتكارات ومهارات الشباب. نحن اليوم قمنا بزيارة ما أن تقول لنا الشباب خلال هذه المناسبة، في هذه المناسبة بالنسبة لطلاب جامعة تعز. أقيمت فعالية ومعرض مقسم من قسمين، منها تشكيلية والجزء الثاني ابتكارات. كليتين ساهمتين في هذه الفعالية، كلية الآداب وكلية الهندسة. بعد أن كانت جامعة تعز ثكنة عسكرية يتنافس فيها الانقلابيون على قتل أبناء تعز، أصبحت اليوم منصة للإبداع يتنافس فيها المبدعون وتعرض من خلالها العديد من الفنون التي تعبر في مجملها عن إرادة أبناء تعز في الحياة بمختلف الألوان التي ارتدتها الأرض وكست السماء واختفت وراءها البحار. عبرت تعز في اليوم العالمي لمهارات الشباب عن السلام والحياة من خلال معرض الفنون التشكيلية المعبر عن أرواح طامحة وعقول نيرة يمتلكها الشباب. عبد العزيز الدبحاني من شباب تعز.